نظم التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي قافلة طبية متنقلة بمنطقة المنايف بمحافظة الإسماعيلية، والتي شهدت إقبالا كبيرا من المواطنين. وضمت القافلة الطبية عددا من الأجهزة الطبية الحديثة وطاقما طبيا متميزا، وتم صرف الأدوية بالمجان للأسر الأكثر احتياجا، كما تم توقيع الكشف الطبي على 250 مستفيدا من أهالي القرية. القوافل دي فيها معظم التخصصات، فيها كمان كشوفات رمض، وبيبقى فيه معانا نظارات للمريض. بنبدأ نحسن من جودة الصحية للحياة للمستفيدين معانا. نشكر سيادة الرئيس على اللي عملونا النهاردة ده، الحملة الطبية دي بسم الله ما شاء الله جات لنا هنا، وعيالنا كلهم كشفوا وخدوا الدواء وبسم الله ومن غير أي حاجة. بنشكر الرئيس على اهتمامه بينا، وربنا يبارك له ودايما في تقدم، واحنا وراك يا ريس، وربنا يخليك لمصر.